تكليف الحكومة والمجلس القومي للمرأة بإنشاء متحف المرأة المصرية لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة. طبعاً هنعمل المتحف ده في العاصمة يا دكتور، في العاصمة. وختاماً لك أيتها المرأة المصرية الصابرة الصامدة المكافحة المخلصة والوفية، خالص تقديري وتحياتي وتحيات أبناء هذا الوطن، فماضيك حضارة سبقت التاريخ، وحاضرك شموخ وصمود ومستقبل هذا الوطن تضيئه شمس وجودك المشرقة. شكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير.